بالعودة إلى الأوضاع في لبنان، ينضم إلينا المحلل السياسي اللبناني فادي عاكوم. أهلا بك معي عبر شاشة. أهلا بك، مساء الخير. أهلا بك. إذن قراءتك للتصعيد بين إسرائيل وجنوب لبنان حزب الله؟ يعني كان من المتوقع عند اندلاع الأحداث الأخيرة في غزة أن تشتعل جميع الجبهات، إن كان في لبنان أو حتى في سوريا الموازية للمناطق المحتلة. لكن يعني تنبغي الإشارة هنا إلى أن هذه الاشتباكات لا تزال حتى الآن يعني تمارس فيها ضبط النفس، إن كان من جهة الجيش الإسرائيلي أو من جهة عناصر حزب الله. كون هذه الجبهة لو اشتعلت ستكلف الطرفين كثيرا. إسرائيل لن تستطيع عندها المحاربة على جبهتين، أي جبهة غزة وجبهة جنوب لبنان، وحزب الله يعلم جيدا بأن الأوضاع الداخلية والأوضاع الاقتصادية والسياسية في لبنان غير مؤاتية للدخول في حرب جديدة. ولهذا نرى بأن يعني الاشتباكات محصورة في النقاط العسكرية فقط، وليس كما جرت العادة في السابق بأن عندما يتم إطلاق أي رصاصة من جنوب لبنان إلى الأراضي المحتلة تنهال إسرائيل بالصواريخ بشكل عشوائي على المناطق المدنية. وبالتالي فإنه من يعني من المستبعد أن تشتعل هذه الجبهة أكثر، كون الطرفين كما سبق وقلت يعني غير قادرين على تحمل تبعاته. ولكن الجانب الإسرائيلي يستمر في القصف، وأيضا اليوم قصف درعا بسوريا. ما هو إسرائيل الآن يعني الجانب يعني الإسرائيلي مستمر في قصف. نعم، لو دققنا في النقاط التي تستهدف في جنوب لبنان أو في الأراضي السورية، يعني نستطيع أن نستكشف بأنها تستهدف نقاط محددة عسكرية، إن كان لحزب الله أو كان للميليشيات الأخرى في درعا. أما مسألة درعا فإسرائيل متخوفة بأن تنتقل المناوشات أيضا إلى منطقة الجنوب السوري ومنطقة الجولان. يعني الآن في إن كان في الجنوب السوري أو في الجنوب اللبناني يمارس الضغط السياسي العسكري لوقف العمليات في غزة، وكأنه تهديد من قبل هذه الجماعات المسلحة المترابطة. ولا ننسى بأن حزب الله وحماس وباقي الميليشيات الموجودة في سوريا تتبع لنفس الخط السياسي، أي الموالي لإيران. وبالتالي فأن الحرس الثوري الإيراني يمارس التهديد السياسي من خلال هذه المناوشات، ولن تشتعل الجبهات هذه، كون كما سبق وقلت إسرائيل لن تستطيع الدخول وحدها، وعندها سنرى تدخلات دولية عسكرية ستكلف منطقة الشرق الأوسط الكثير. إذن السيناريوهات المتوقعة في ظل هذا الشغور الرئاسي الذي يعني يوجد بلبنان؟ يعني حزب الله يعلم جيدا بأنه سيكون الخاسر الأكبر في الداخل اللبناني في ظل الشغور السياسي، حتى ولو ربح المعركة عسكريا. الداخل اللبناني منقسم إلى أكثر من فريق وليس إلى فريقين فقط. الشغور الرئاسي يكلف لبنان ليس فقط سياسيا، بل يكلفه ماديا واجتماعيا، حتى يعني الأمن الداخلي أصبح في خطر، كون يعني الأوضاع المادية والقدرة الشرائية للمواطن اللبناني وصلت إلى الخطوط ما بعد الحمراء وليس الحمراء فقط. وبالتالي فإن حزب الله يمارس ضبط النفس حتى لا يخسر سياسيا أكثر في الداخل اللبناني. نعم، أشكرك شكرا جزيلا المحلل السياسي اللبناني فادي عاكوم لجميع هذه الإيضاحات.